ان شاء الله نشوف مع بعض التحديد في برنامج روتوديسك شوكيس. عايزها جدا من ديسك ليك شمال على اي حته انا عايزها، فبيبدا يعمل لي تظليل عليها بحيث ان هي دي اللي هبدا اشتغل عليها. وممكن مثلا اختار من ايديت اقول له شو ترانسفورمر هاندلز، فابدا اعدل في الشكل شويه. تمام، بتبدا تظهر لي شويه اسهم، ببدا احرك الشكل زي ما انا عايز. اهو تمام، ادوس كنترول زد. تمام، ممكن ادوس كليك يمين واقول له انا عايز الشكل دوت او الشكل دوت، وابدا اختار الشكل اللي انا عايز اعمله سيلكت. وممكن ادوس شيفت وادوس بالبكره على الزرار اللي في النص، فتلاقي الشكل بدا يلف معايا زي ما انتم شايفين. ممكن ادوس بالبكره بس واسحب كانها ايد. تمام، وهنا من فايل سيتنج اقول له يوزر سيتنج، اختار حاجه معينه اللي هي لما انا احدد عنصر يحصل له ايه، هل يبقى انيميشن جريد ولا وايد ولا وايد واير فريم. تعال نشوف الوايد اهو، ده الشكل اللي يظهر لمجرد ان هو يبقى لون ابيض. ولا ممكن اقول له لا انا مش عايز الوايت، انا عايزه مثلا لونه بلاك او بلو، شكل اللي انت هتحس ان انت مستريح معاه او متعود عليه. تمام، وده ممكن من هنا ابدا اظبط الباك جراوند اديها لون تاني. ومن فايل سيتنج بلاقي بيرفورمانس اند كواليتي، ببدا اشوف انا دلوقتي الجهاز عندي امكانياته ايه، والافضل لان انا اشتغل بجودة عالية بس الجهاز يبقى تقيل، ولا بجودة متوسطة بس الشغل يبقى سريع معايا. تمام، ده حاجة بسيطة كده في الاوتوديسك شوكيس، واحنا مكملين مع بعض ان شاء الله في الكورس. اخوكم عمر سليم.